هو انا بس كنت عايز اسال الشيخ، هو انا دايما لما بروح عند حماسي ايوه بيحصل مشاكل، فالمشاكل بتوصل لحد ان انا خلاص انا عايزه اتطلق، فقررت ان انا يعني ما اروحش، يعني انت في حالك وانا في حالي زي ما بيقولوا، منعا للمشاكل ومنعا ان انا ابوظ حياتي وبيتي، فانا قررت خلاص انت خد الولاد وروح لها، لكن انا ماليش علاقه ولا هتكلم ولا هتكلم عشان ما يحصلش مشاكل. فهل انا كده عليا ذنب؟ يعني انا ببعد عشان احافظ على بيتي، طب بالنسبة للمناسبات الأعياد، هل طيب ولا يعني اي أنت قطعتي خالص روح فيه ايا كان ايه هو لازم يبقى فيه مشكله، حتى في لازم. التليفون؟ لا انا ما حتى انا قطعت حتى التليفون، يعني ايه مشاكل وجها لوجه هتكلم في التليفون، فقطعت. يعني انا قلت اتجنب، وفي نفس الوقت انا مش منع عنها الولاد ولا اي حاجه ولا زوج. طب جوز حضرتك موافق على الخطوة دي؟ مفيش هو مشكلة؟ في الاول كان رافض، ودلوقتي بدأ لما حس ان الموضوع بقى جاي علينا احنا الاثنين، فخلاص لا خليكي في حالك وهي حاضر في حالها. حاضر يا أستاذة انا مش منى. عارفه هل ده يبقى عليا ذنب او ابقى انا قاطعه لصله الارحام، مع العلم ان انا حاولت كتير ان انا اتفادى المشاكل وان انا ابقى كويسه وان انا اتعامل عادي، بس يعني خرج عن إرادتك خلاص بقى. بالظبط، يعني هو لازم يحصل حاجه، طيب لازم اتحط في حاجه وانا ماليش علاقه. في حاجات كتير انا ببقى مظلومه فيها، فبضطر ان انا خلاص بقى، يعني فانا عايزه يعني اعرف. السؤال ده بيحصل لنا مشاكل كتير، يعني ده سؤال بنلاقيه كتير قوي في حياتنا يا دكتور عبد اللطيف. هل الحما يعني الست والراجل دول داخلين في صلة الرحم اصلا بالنسبة للست المتجوزة ولا لا؟ اكيد داخلين في صلة الرحم، لان احنا عندنا يعني رحم الزوج هي رحم للزوجة، ورحم الزوجة رحم يعني للزوج. حماية وحماتي وحماته وحماه دول تمام. برضو صلة ارحام بالنسبة له. نعم، هي واجبة لحقه هو علي وليس لحقهم هم. يعني لو مثلا أنا بأوصل حماتي وبأترفق بيها من باب تقديري لبنتها، ونفس الحكاية برضو لو زوجتي بتخلي بالها من والدتي، إنما ذلك تقديرا لي أنا. هي تثاب عليه إن الموضوع اتسع عندها، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، قد تحصل فيه على ثواب كبير وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا احنا بنقول في مشاكل بقى. ان ما انا جاي لحضرتك في الكلام، ان السبب يا استاذه زينب فيما يعني يحدث هذا عدم معرفتنا بمحددات صله الرحم. بمعنى ان في ناس عارفه ان انت جايه توصليني انا الحما، ايوه انت مثلا يعني جايه توصليني وانت مرات ابني، ايوه تعالي بقى قولي لي بتاكلوا ايه، وانت حامل ولا لا، وبيعملك كويس تدخل في ولا لا، التفاصيل. واولادك بيعملوا ايه، وكلميني، وانت جاي على الواد في المصاريف لما خربت بيته، وانت كذا وانت كذا. هذا الامر خرج عن محددات صله الرحم، هي دي المشكله التي تفسد بسببها علاقات كثيره. وهنا حتى لو اتسالت زوجه الابن، ينبغي حتى ان تقديرا للام ومكانه الام، انا بنقول الام كده بتعمل غلط على فكره، بس حتى لو هي عملت كده بحكم العاده، انت برضه بحكم انك مثقفه وانك انت شابه ربنا يديك الصحه، ترفقي بيها وخديها على قد سنها وعلى قد عقلها، خلينا اقول كده، ارضاء للزوج اللي هو انت عايشه معاه. طب لو الزوج موافق، ما هو خلاص هو دلوقتي موافق والدنيا تمام. حاضر يا فندم، يعني هكمل لحضرتك الموضوع. فلما احنا بنوصل حضرتك الى مستوى العلاقه دي بتكون على قد القعده اللي احنا قاعدينها فقط، يقينا مش هيتسرب منها مشاكل فيما بعد. ما ترجعش هي على البيت تقول امك بصت لي البصه الفلانيه، وهي تقول له مراتك انا قلت لها اديني الكوبايه اشرب ما جابتهاش ليا، مراتك بتتكبر عليا، والتانيه تقول امك حاطه مناخيرها في حياتنا، ما بقتش صله رحم. يبقى انا رايحه دلوقتي عند حماتي بزورها، ارجوكم الزوجات الفاضلات، يعني بناء على استاذ يعني سؤال الاستاذه زينب، الزوجات الفاضلات لما نروح عند اللي هنسميها ام الزوج، سموها حما زي ما تسموها مش مشكله، يعني لازم نترفق بيهم ولازم نكون نشفق عليهم، واول ما نطلع من البيت انسي المقابله كلها من اولها لاخرها، ولا يبقى منها الا كل كلمه كويسه وكل معامله كويسه. وعلى النحو الاخر على الام برضو انها تترفق بمرات ابنها، وانها شايله ابنك واولاد ابنك وبتربيهم لكم، فارجوكم برضو احسنوا في المعامله معهم وتبقى صله الرحم المقدسه كما هي.